السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شرحنا اليوم هو عن طريقة نقل الملفات من أو وإلى جهاز الآيفون من أي جهاز آخر عن طريق برنامج الشير. في البداية طبعا برنامج الشير تنزله مجانا من أب ستور. طبعا أولا نقوم بفتح برنامج الشير على جهاز الأندرويد مثلا الذي نريد أن نرسل منه مثلا للآيفون، ثم نضغط على أرسال. بعد ذلك مثلا نختار الصورة التي نريد أن نرسلها، مثلا هذه الصورة أو المقطع الأغنية أو الفيديو، وبعد ذلك تضغط على أرسال. تضغط على برنامج السير هنا على أرسال إلى iOS أو من الأسفل. بعد ذلك لكي يستقبل جهاز آيفون نفتح الضبط، لا نفتح الشير في البداية، نفتح الضبط ثم ندخل إلى الواي فاي ونشغل الواي فاي. طبعا سيجد النقطة هذه، تلاحظ هنا جهاز الآيفون سيتصل بها الشبكة التي تبعت الشير. طبعا ننتظر حتى يتصل بها جهاز الآيفون وتظهر إشارة الوايرلس في أعلى الشبكة أنه البرنامج اتصل. بعد ذلك بعد أن يتصل جهاز الآيفون نقوم بفتح برنامج الشير ثم نضغط على استلام. طبعا هذه الطريقة، نلاحظ الآن أن الصورة وصلت من جهازنا لجهاز الآيفون. تستطيع مثلا أن ترسل أي شيء تريده، مثلا موسيقى أو فيديو أو أي شيء بنفس الطريقة. طبعا لاحظ هنا مثلا أو مثلا صورة ثانية أو أي شيء، طبعا تلاحظ هنا تصل لجهاز الآيفون بسهولة. وهذه هي الطريقة. طبعا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم. طبعا بالنسبة لي إذا أردت أن ترسل من الآيفون أيضا نفس الشيء، إذا أردت أن ترسل صورة من الآيفون إلى أي جهاز أيضا نفس الطريقة، ليس هناك اختلاف بالنسبة للطريقة. في البداية تشغل الشير على الجهاز الآخر ثم تتصل عن طريق الواي فاي من جهاز الآيفون، وبعد ذلك تشغل الشير في الآيفون. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.